شدد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغرة على التطبيق الصارم للتوجيهات التي أصدرها رئيس الجمهورية بوقف عاجل لترحيل أي مواطن من المحافظات الجنوبية. قتل 10 من ميليشيا الحوثي والصالح فيما أصيب 5 من الجيش الوطني والمقاومة في اشتباكات عنيفة بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة وسط تقدم للجيش في مناطق شمس والعلم. في البيضاء واصلت ميليشيا الانقلاب عمليات خرق الهدنة وقصف مواقع الجيش والمقاومة ومنازل المواطنين ما أسفر عن سقوط جرحى أغلبهم من المدنيين. لقي 7 من ميليشيا التمرد مصرعهم وجرح آخرون أثناء تصدي المقاومة الشعبية والجيش الوطني لهجمات الانقلابيين في جبهة مرايس بالضالع. استشهد شخصان وأصيب آخرون في خروقات جديدة لميليشيا الحوثي والصالح بقصف الأحياء السكنية ومواقع الجيش والمقاومة الشعبية بتعز. تتواصل الفعاليات والمسيرات الشعبية إحياءً للذكرى 5 لمحرقة ساحة الحرية التي ارتكبها نظام المخلوع الصالح في 29 من مايو 2011. دان الاتحاد العام للصحفيين العرب اختفاء 10 صحفيين يمنيين من سجن هبرة بصنعاء وطلب بالكشف الفوري عن مكان احتجازهم وإطلاق سراحهم فورا ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.